طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع جديد، هو الكونف نت فور ان ال بي او الكونفولوشنال نيورال نتورك للناتشورال لانجويج بروسيسنج. في الحقيقة قبل ما نبدأ في الموضوع بدنا نعرف ايش هي السي ان ان او الكونفولوشنال نيورال نتورك او اختصارا الكونف نت. في الحقيقة الconvolutional neural network بتستخدم في الكمبيوتر فيجن في العديد من التاسك، مثل السيمانتيك سيجمنتيشن. على سبيل المثال انه انا بيكون في عندي صورة بهذا الشكل، بروح انا بحدد انه هذه المنطقة هي عبارة عن جراس، عشب، هذه عبارة عن كات، تري، سكاي. فبالتالي هنا انا ما بركز على اوبجكت معينه، بس بركز على البكسل انه انا احدد ايش انه لاي سيجمنت انه هي بتتبع. في تاسك ثانيه اسمها كلاسيفيكيشن اند لوكاليزيشن، انه انا بركز على سنجل اوبجكت، انه انا بروح بعمل ماسكينج فعليا هذه الشغله، انه انا احدد هذا المستطيل. هذا المستطيل يعني في له احداثيات معينه في البكسلز، بنسمي هذه العملية ماسكينج. بتحدد الأوبجكت اللي موجود في الصورة، وهذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية هي تصنيفه، إنه ممكن يكون الأوبجكت هذا كات أو دوغ أو أي شيء آخر. وهذه التاسك يعني في هذه الحالة إنه إحنا بنكون بنركز على سينجل أوبجكت. ممكن إنه تكون التاسك إنه أنا بركز على multiple objects في حال انه في سواء كانت التاسك انه segmentation او object detection. في هذه الحالة بيكون في عندي اكتر من object في الصورة، dog dog cat بهذا الشكل، انه انا بحط مستطيلات او بعملهم masking لهدول الobject، بعملهم detection في البداية وبعدين بصنفهم انه هذا cat وهذا dog، او انه اعملهم segmentation انه احدد البيكسلز اللي بتحدد هذه الاوبجكتس، وكل واحدة لها تطبيقات معينة. فهذا هو الاستخدام الاساسي للCNN او الconvolutional neural networks. اوكي، في الحقيقة الCNN في حد ذاتها هي اصلا موجودة من يعني انه يعني نظريا انه هي موجوده في التسعينات، من تسعينات القرن الماضي، بس ما اكتسبت شعبيه او ما صارت مستخدمه على نطاق واسع او استخدامها استخدام شائع الا في 2012 بعد ما تم استخدامها في الاليكس عفوا بعد ما استخدامها في الاليكس نت، انه يعني هذه الداتا سيت مشهوره الايمج نت فعليا، انه هذه عباره عن تشالنج، ايمج نت تشالنج. هي عباره عن داتا سيت بتحتوي على اكثر من مليون صوره، وفيها 1000 اوبجكت اند كاتيجوريز مصنفه، ل يعني بتحتوي على 1000 اوبجكت، ويعني الصور اللي فيها مجموع الاوبجكتس اللي في الصور هذه كلها في الداتا سيت هذه كلها في الايمج نت 1000 صوره، ويعني كاتيجوري. فهذه بتمثل التوب 5 ايرور، طبعا الاقل بيكون احسن. فطبعا هنا بتلاحظوا انه القفزه بين 2010 و2011 انه كانت هذه التوب ايرور، هذا التوب ايرور. ففعلا كان في قفزة كبيرة في 2012 باستخدام الأليكس نت، اللي هي أصلا على أساس يعني تم استخدامها على أساس الconvolutional neural network. كانت تقريبا فيها 8 layers، تمام. وفي سنة 2014 إنه تم زيادة إنه النتورك تصير deeper، 19 لاير، بعدين 22، لغاية 2015 ريزنت 152 لايرز. ففعليا الconvolutional neural network
بتأدي مهام كتير ممتازة ورائعة بالنسبة للصور، وخاصة في الصور إنه الهدف منها إنه هي استخراج الفيتشرز من الصورة باستخدام الكونفولوشن، باستخدام طبقات الكونفولوشنز. طبعا حققت برضو كذلك نجاحات كتير كبيرة، حتى إنه هي تفوقت على الهيومن آيز الأطباء في تشخيص بعض الأمراض، إنه كانت الدقة تبعتها أعلى من دقة الطبيب. كذلك زي ما شايفين هنا إنه هي مستخدمة في الأوبجكت ديتكشن، وهذه يعني في السيلف درايفنج كار بتكون الشغلة كتير مطلوبة، إنه أنا أحدد في السيارة إنه هي لوحدها تحدد وهي ماشية إنه هدول، هذا عبارة عن بيرسون، هذا عبارة عن كار، هذا عبارة عن ترافيك لايت، هذه عبارة عن تراك and so on. الفكرة الأساسية في استخراج الفيتشرز، إيش هي الفيتشرز؟ إنه أنا بيكون في عندي عدة طبقات للكونفولوشنز بتلف بشكل التفافي على الصورة، تعمل عمليات convolution التفافي على الصورة عدة مراحل. يعني في المرحلة الأولى إنه أنا بطلع low level feature، بعدين في المرحلة الثانية إنه mid level feature، بعدين high level feature، بعديها trainable classifier العادي. فكل مرحلة من المراحل إنه هو بتعرف على شغلات معينة، ممكن هنا إنه بتعرف على الشكل العام تبع السيارة، ممكن هنا الشكل العام تبع السيارة ما بتحدد إلا من خلال تحديد الخطوط، تحديد الإيدجز، إنه هنا بتعرف إنه في إيدج وهنا في إيدج، هنا بتعرف على تفاصيل أكتر إنه هذه عبارة عن عجل، هذه عبارة عن مثلا باب سيارة، وهذا عبارة عن مثلا إنه المنطقة اللي فيها مقدمة السيارة اللي فيها المحرك، وهكذا لغاية لما نصل في الآخر للترينابل، للمرحلة الأخيرة، إنه هدول الفيتشرز اللي تم استخراجها من الصورة إنه ندخلها على ترينابل كلاسيفاير. أوكي، ما علاقة ذلك كله في التكست؟ هي رائعة جدا في الإيميجز أكيد بطبيعة الحال، لكن هل بنفع إنه إحنا نستخدمها في التكست؟ فهذا هو اللي بدنا نطرحه حاليا في السلايد الجاية، انه كيف ممكن نستخدم الـ convolutional neural network للتكست وشو السبب. في الحقيقة اول مرة تم طرح هذا الشيء كان في عام 2015 في ورقة نشرت في العام التالي في 2016، انه character level convolutional network for text classification. طبعا كان الاقتراح انه التكست هذا انه نعمل له quantization بتحول لماتريكس زي الصورة، تمام، وساعتها خلاص بندخله على نيورال على سي ان ان عادية لغاية لما الطبقة الأخيرة اللي هي بتحدد لي التصنيفات. فهذه هي الورقة اللي تم نشرها في 2016 في هذا الإطار، فأول مرة تم طرحها. فزي ما ذكرت إنه هذا التكست بنعمل له quantization بتحول لأرقام على شكل ماتريكس وبنطبق عليها الconvolutional operation. طيب كيف هذه العملية ممكن تتم؟ خلينا نأخذ على سبيل المثال هذه التويتة، تمام، بدي بدي احدد الالفابت تبعتي، حروف الابجديه الممكنه اللي انا بدي استخدمها، فبالتالي انا حددتها كل الاحرف من A ل Z small بالاضافه للارقام بالاضافه لبعض البنكشويشنز بهذا الشكل. طبعا الهدف من هذه الشغله اي سبيشال سيمبلز انه انا بدي استثنيهم من النص تبعي ممكن اعملهم انكلود لو انا حبيت. فالفكره انه الخطوه الاولى انه انا احدد ايش هي، ما دام احنا بنحكي عن كاركتر ليفل بدي احدد ايش هي الالفابيت. الخطوه الثانيه انه انا بدي احدد الماكس لينث تبع الدوكيومنت، كل دوكيومنت انه انا خلاص بدي احدد انه يعني اطول لينث
يعني أعلى طول أو الحد الأقصى لطول المستندات، فبالتالي إنه أنا بيكون في عندي هنا batch of documents، تمام؟ والسايز تبعها هو الماكس اوف لينث، وهنا بيكون عدد الدوكيومنتس بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال انه انا عندي هنا، بما انه هذه تويتات، انه التويت الحد الاقصى تبعها 140 كاركتر، والالفابيت سايز احنا حددناها 70 اللي هي عبارة عن الاحرف و الأرقام بالإضافة لبعض السبيشال كاركترز، فهذا بيؤدي إنه التويتة هذه تتحول لماتريكس مكونة من 0 و 1، تمام؟ والأبعاد تبعتها 140 في 70. كيف شكلها بيكون؟ بيكون شكلها بهذا التالي. يعني على سبيل المثال هنا I really love this show، فبروح بعملها split لكاركتر يونت على شكل ليست بهذا الشكل، تمام؟ طبعا كل حرف بيتم عمل one hot encoding بالنسبة له. ايش ال one hot encoding؟ ال one hot encoding ان انا بكون عندي هنا الالفابيت سايز اللي احنا حددناها 70، فبالتالي هذا الفيكتور السايز تبعه 70، بيكون انا عندي هنا واحد قبال الاي وزيروز مقابل بقية الاحرف وهكذا. طبعا هذا سبيس بيكون برضو نفس الفكرة، انه السبيس بقابل اندكس معين في الكاركتر، طبعا من 0 ل 70، فبالتالي بيكون واحد مقابل زيروز فيما عدا، والار كذلك هاي الواحد موجود هنا بهذا الشكل، تمام؟ طبعا الواحد تبع السبيس انه موجود سموير هنا، لانه زي ما انت شايف انه هنا في نقط، تمام؟ وهذا الكلام انا بكمله لبقية الكاركترز الموجودة في التويتة هذه على سبيل المثال، وبعدين بروح بعمل بادينج، لأنه احنا حددنا الماكس لينث تبع التويتة انه هي 140، وهي فعليا هذه اقصر من 140، فبروح بعمل هنا زيرو بادينج، انه هذه عبارة عن فيكتورز كلها زيرو، عشان انه تكون كلها يؤدي لي لعمل ماتريكس كلها بنفس الأبعاد. طبعا زي ما ذكرنا انه الconvolutional neural network بتطبق convolutional operation، والconvolutional operation هي فعليا انه اول حاجة انه زي اوضح لك اياها، انه هي فعليا بتاخد هذه المنطقة، تمام، بهذا الشكل، وبتعمل عليها convolution operation، وبتحسب رقم معين وبتطلع هذا الرقم، وبعدها بتعمل shift. الشيفت هذا بيكون هيو زي هيك، تمام؟ تاخد الماتريكس هذه، متابع معايا بهذا الشكل، وبعدين بتعمل إزاحة وإزاحة وإزاحة وهكذا. طبعا هذه 2D convolution وما بتزبط بالنسبة للتكست، فشو بدنا نسوي؟ بدنا نطبق ال 1D convolution. في ال 1D convolution انه ال input channel هي بتساوي الالفابت سايز، وبتساوي هنا 170 channel اللي هي هذه، اللي هو هذا طول الاحرف، عفوا اللي طولها 70 مش 170، 70، تمام؟ فهذه هي انا عندي زي ما حكينا انه هذه 70 في 140 كاركتر، تمام؟ فال input tweets sliced by characters هنا بيكون انا عندي كاركتر كاركتر لغاية ال 140، وفي الاخير بيكون في عندي zero padding اذا كانت انا في عندي هنا احرف او كانت انه طول التويتة اقل من ال 140. طبعا هنا في ال 1D convolution انه انا بلف على كل ال channel size، انا عندي هنا بهذا الشكل هيك كله، تمام، بهذا الشكل عشان انا اطلع هذا الكاركتر، هذا ال 1D kernel، وبكرر هذه العملية، بروح على اللي وراها، تمام، باخد 3 بهذا الشكل، نفس الفكرة، وهكذا لغاية لما اصل للاخر. طبعا هذا الكلام انه انا لو انا بدي اعمل
واحد كيرنل الدايمنشن تبعه 1D، تمام. لكن احنا في الحقيقة بدنا ناخد 256، هذا الكيرنل سايز، انا ممكن احدده بالمناسبة 256 1D كيرنل بهذا الشكل. فبالتالي انا عندي بطلع ماتريكس شكلها هذا الشكل. فبالتالي الاوتبوت شيب انا عندي واحد، تمام، في 256 اللي هو الكيرنل سايز بالإضافة ل 136 اللي هو عبارة عن الطول تبع التويتر. أوكي طيب، أوكي، شفنا كيف إحنا ممكن إنه إحنا نستخدمها. الآن متى ممكن أنا أستخدمها؟ هل يعني محبذ إنه أنا أستخدمها؟ هل أفضل هي من الـ RNN العادية؟ طبعاً صحيح، يعني يفضل إنه أنا أستخدمها في بعض الحالات. متى هذه الحالات؟ إذا كانت الديتا أصلاً نويزي، زي مثلاً التويتس، اس ام اس كوربوس، او كوربوس بتحتوي على سلانج، فبالتالي انه البرونانسيشن او السبيلينج تبعها في فاريشن كتير كبير. وفي حال توفر داتا، اكيد بطبيعة الحال انه تكون لارج اوفر او اكتر من مليون دوكيمنت. طبعا شو الادفانتجز من اني انا استخدم اس سي ان ان؟ ما بحتاج تكست بري بروسيسنج، و تقدر انه هي تتعامل بشكل جيد جدا للمس سبيلد ووردز، بالاضافه للاوت اوف فوكابلري ووردز او الاو او في. فعليا هذه بتسبب اشكاليه كتير كبير، لانه احنا حكينا انه احنا ما بدنا نعمل بري بروسيسنج. فبالتالي واذا كانت هي اصلا التكست طبيعته سلانج، راح الاقي فيها انا عندي فاريشن كتير في الكتابه. ففعلا انه هي بتقدر انه هي تتعامل معها بشكل كتير ممتاز، سريع جدا في التريننج، وهذا كذلك حنشوفه في الاكسبيرمنت. كذلك الحجم تبع النتورك عادة بيكون صغير، وبتشغل حيز كبير صغير في الذاكرة. اذا كانت انا عندي سرعة الديكود او سرعة الكلاسيفيكيشن بتهمني بشكل كتير كبير. طيب ناخد كيف احنا ممكن نستخدمها. طبعا بعمل موديل سيكوينشال زي ما تعودنا في التنسر فلو، بضيف طبقات بعملهم ستاكينج بهذا الشكل. اول طبقة الامبيدنج حكينا عنها سابقا، الوورد امبيدنج. بعدها بحط طبقة كونفولوشن 1D، لانه انا حكينا انا عندي في اللايرز هنا في تنسر فلو 1D و2D، لا احنا بنختار ال1D، تمام. بعد ال 1D عادة أنا بختار بعمل Global Max Pooling. هذه شغلة كتير مهمة، إنه كل طبقة Convolution لازم إنه يكون فينا عندي يا إما Averaging أو Max Pooling Layer. فلازم إنه كل طبقة Convolution تتبعها طبقة Pooling. بعدين بحط انا عندي طبقات الدنس العادية، انه هنا مكون انا عندي من 10 نيورون، وهنا نيورون واحد، انه تصنف بوزيتيف او نيجاتيف على سبيل المثال. فبالتالي السيت اب تبع النتورك او تحديد يعني انه بناء الشبكة من خلال ستاجنج للنتورك كتير سهل جدا. نشوف الموديل سامري. فعليا هذا الموديل سامري، هذا الامبيدنج لاير، هذا الكونفولوشن متبوع بالبولينج، وهنا انا عندي طبقة دنس فيها 10 نيورون، طبقة دنس أخرى فيها 1 نيورون. أوكي، نيجي نقارن الأداء تبعها بالمقارنة مع الـ RNN. هو فعليا الشغلة هذه لازم تتحدد experimentally، مش دائما إنه أوكي الـ CNN أفضل، أو إنه أجي أنا أحكي إنه الـ RNN أفضل، لا، هذا الشغلة لازم إنه أنا أختبرها experimentally. ففي احنا هنقارن بين اداء ثلاث شغلات على ثلاثة داتا سيت. الداتا سيت الاولانية فيها 18000، الثانية 3000، الثالثة 191، احجام داتا سيت مختلفة، عدد الكلاسز هنا 329 17،
وهنا تقسيمة للتريننج والفاليديشن سامبل للثلاثة داتا سيتس هدول. طبعا هنا البري بروسيسنج جاست انه انا بعمل نورماليزيشن للتكست وكليننج وبحولها هنا لللور كيس. بعدها انه بنعمل ستاكينج. هنا في هذه الحالة انه انا عندي هنا convolution 1D وهنا max pooling 1D convolution متبوعة ببولينج convolution متبوعة ببولينج تمام. وبعدها انا عندي dense 128 وبعدها dense اللي هو السايز تبع الكلاسز تمام. هذا شكل الموديل. عدة طبقات convolution. فعليا هاي الطبقة الأولى، هذه الطبقة الثانية، هذه الطبقة الثالثة، ثلاث طبقات convolution. وزي ما اتفقنا كل طبقة convolution لازم تتبعها طبقة pooling بهذا الشكل. طبعا النتائج، طبعا الالجوريثم الثلاثة اللي هي convolution neural network CNN والrecurrent neural network RNN وhierarchical attention network HAN. اوكي طبعا النتائج بالنسبة للترينينج بلاحظ على كل الداتا سيت، بذكر انه الداتا سيت واحد هي الاكبر كانت، بعديها تليها داتا سيت اثنين، بعديها داتا سيت ثلاثة. من ناحية الحجم يعني داتا سيت ثلاثة هي اصغرهم تمام. من ناحية الترينينج تايم واضح جدا انه CNN اخذت اقل وقت بالمقارنة مع الRNN والHANN والHAN. هنا برضو كذلك نفس الشغلة، وهنا كذلك نفس الشغلة، انه واضح جدا انه هي فعلا سريعة في التعلم. اوكي في انا عندي بدي اطلع على Training Accuracy وبدي اركز ركز اكثر على الـ validation accuracy. بلاحظ انه اداها جدا مقارب للـ RNN والـ HAN، مع انه هي يعني تجاوزتهم في الـ training، لكن احنا بنطلع على الـ validation اكثر شيء. طبعا هنا CNN تفوقت على الـ RNN، لكن اللي الـ HAN او الـ network اللي فيها attention انه تفوقت عليهم هما الاثنين. وهنا لما كانت الـ data set small CNN تفوقت عليهم جميعا. طبعا هذه الـ curve تبع training والـ validation sets. هنا الobservation زي ما احنا شفنا انه لما كانت الداتا ست صغيرة كانت انه الاداء تبع CNN اكتر يعني افضل شيء تمام. والملاحظة الثانية انه التريننج تايم في كل الاحوال انه اقل بكتير. الشغلة الثالثة انه لما تكون انا عندي النتائج كتير متقاربة، ساعتها بدي أحسب للسيجنيفيكانس. يعني أنا عندي على سبيل المثال 1% هذه، هل هي بتفرق ولا لا بالنسبة للسايز تبع الداتا سيت؟ لو أنا بدي أطلع بالمقارنة إنه 48 دقيقة ثانية بمقابل 170، إنه بدي أعمل تريد أوف طبعا حسب الأبليكيشن. وهذه الشغلة مش دايما أبليكابل على كل الداتا سيتس بطبيعة الحال. يعني هنا في الخلاصة أنا ما بدي أجي أحكي إنه أوكي CNN هي التوب وخلاص استخدموها وبلاش تستخدموا الـ RNN. لا أكيد هذا الكلام بده يكون إنه أنت تستكشفه experimentally، ولكن بدك تستكشفه فقط يعني إذا كان في مؤشرات بتحدد إنه أوكي يعني CNN ممكن إنه هي تكون مناسبة. هيك بنكون خلصنا هذا المفهوم CNN convolutional neural network، ويعطيكم العافية.